أن يحاولون أن يسحبون قضية الحشد إلى قضية سياسية من أجل صراعات سياسية ممكن داخل. مو بس هاي الأطراف اللي رافضة اليوم، اليوم عندك النائب سجاد سالم كانت له تغريدة واضحة ورفض واضح لهذا الموضوع. يعني بالنتيجة أنا أعتقد أنه هذه المؤسسة التي جاءت من رحم فتوى مرجعية وأبناء هذه المؤسسة لا ينتظرون نائب جاء من خيام تشرين حتى يعطيهم شرعية ويقرر لهم قانون ويعطيهم امتيازات. وارد جدا هذه الاعتراضات من هذا النائب وغيره من النواب. هسه هو بالنتيجة محسوب على من تجي تحسب نواب الشيعة هو تحسبه بالعدد الشيعي 180 نائب يقولون أنتم الشيعة، هو هذا هم محسوب على نواب الشيعة ويعترض على أقل استحقاق ممكن أن يقدم لأبناء الشيعة. هالأبناء اللي لو ما أنا أسأل هو لو ما وجود هؤلاء الأبطال يقدر الأستاذ يرشح وياخذ يصير عضو مجلس نواب وياخذ امتيازات؟ لو هسه شايف لدولة، لأنه دولة الدكتور تطرق إلى موضوع مهم أنه قضية دولية، ما كانت العراق كان جزء من هذا، لأنه الشعار المرفوع الدولة الإسلامية في العراق والشام، تمام؟ ما كان يستهدف العراق. فما أعرف هذا النائب الأخ النائب وين كان يقدر يودي وجهه مثلا، وين يسافر.